بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة ابن خلدون يقرأها عليكم مصطفى ابن حسن ابن قناو الأزهري قال رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمه وعلوم شيخنا في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها في البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها، وما لذلك من العلل والأسباب. اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال، مثل التوحش والتأنس والعصبيات، وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع، وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال، ولما كان الكذب متطرقًا للخبر بطبيعته، وله اسباب تقتضيه فمنها التشيعات للاراء والمذاهب فان النفس اذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر اعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه واذا خامرها تشيع لراي او نحله قبلت ما يوافقها من الاخبار لاول وهله وكان ذلك الميل والتشيع غطاءً على عين بصيرتها على الانتقاد والتمحيص، فتقع في قبول الكذب ونقله، ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضًا الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والترجيح، ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع. وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب، ومنها توهم الصدق وهو كثير، وإنما يجيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين، ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع، فينقلها المخبر كما رآها، وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه. ومنها تقرب الناس في الاكثر لاصحاب التجله والمراتب بالثناء والمدح وتحسين الاحوال واشاعه الذكر بذلك فيستفيض الاخبار بها على غير حقيقه فالنفوس مولعه بحب الثناء والناس متطلعون الى الدنيا واسبابها من جاه او ثروه وليس في الاكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في اهلها ومن الاسباب المقتضيه له ايضا وهي سابقه على جميع ما تقدم الجهل بطبائع الاحوال في العمران فان كل حادث من الحوادث ذاتا كان او فعلا لا بد له من طبيعه تخصه في ذاته وفيما يعرض له من احواله فاذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والاحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب، وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرضه، وكثيرًا ما يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة، وينقلونها وتؤثر عنهم، كما نقله المسعودي عن الإسكندر، لما صدته دواب البحر عن بناء الإسكندرية، وكيف اتخذ صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قعر البحر. حتى صور تلك الدواب الشيطانية التي رآها، وعمل تماثيلها من أجساد معدنية ونصبها حذاء البنيان، ففرت تلك الدواب حتى خرجت وعاينتها وتم له بناؤها. في حكاية طويلة من أحاديث خرافة مستحيلة من قبل اتخاذه التابوت الزجاجي ومصادمة البحر وأمواجه بجرمه. ومن قِبل أن الملوك لا تحمل أنفسها على مثل هذا الغرور، ومن اعتمد منهم فقد عرَّض نفسه للهلكات وانتقاض العقدات واجتماع الناس إلى غيره، وفي ذلك إتلافه، ولا ينتظرون به رجوعه من غروره ذلك طرفة عين، ومن قِبل أن الجن لا يعرف لها صور ولا تماثيل تختص بها، إنما هي قادرة على التشكل. وما يذكر من كثره الرؤوس لها فانما المراد به البشاعه والتهويل لا انه حقيقه وهذه كلها قادحه في تلك الحكايه والقادح المحيل لها من طريق الوجود ابين من هذا كله وهو ان المنغمس في الماء ولو كان في الصندوق يضيق عليه الهواء للتنفس الطبيعي وتسخن روحه بسرعه لقلته فيفقد صاحبه الهواء البارد المعدل لمزاج الرئة والروح القلبي ويهلك مكانه، وهذا هو السبب في هلاك أهل الحمامات إذا أطبقت عليهم عن الهواء البارد، والمتدلين في الآبار والمطامر العميقة المهوى إذا سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخلخلها، فإن المتدلي فيها يهلك لحينه. وبهذا السبب يكون موت الحوت اذا فارق البحر فان الهواء لا يكفيه في تعديل رئته اذ هو حار بافراط والماء الذي يعدل له بارد والهواء الذي خرج اليه حار فيستولي الحار على روحه الحيوانيه يهلك دفعه منه هلاك المصعوق وامثال ذلك ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي أيضًا في تمثال الزرزور الذي برومة تجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم من السنة حاملة للزيتون، ومنه يتخذون زيتهم، وانظر ما أبعد ذلك عن المجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت، ومنها ما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات الأبواب، تحيط بأكثر من ثلاثين مرحلة. وتشتمل على عشرة آلاف باب والمدن إنما اتخذت للتحصن والاعتصام كما يأتي وهذه خرجت عن أن يحاط بها فلا يكون فيها حصن ولا معتصم وكما نقله المسعودي أيضا في حديث مدينة النحاس وأنها مدينة كل بنائها نحاس بصحراء السجل ماسة ظفر بها موسى بن نصير في غزوته إلى المغرب وأنها مغلقة الأبواب وان الصعيد اليها من اسوارها اذا اشرف على الحائط صفق ورمى بنفسه فلا يرجع اخر الدهر في حديث مستحيل عاده من خرافات القصاص وصحراء سجلماسه قد نفضها الركاب والادلاء ولم يقفوا لهذه المدينه على خبر ثم ان هذه الاحوال التي ذكروا عنها كلها مستحيل عاده مناف للامور الطبيعيه في بناء المدن واختطاطها وان المعادن غايه الموجود منها ان يصرف في الانيه والخرف واما تشييد مدينه منها فكما تراه من الاستحاله والبعد وأمثال ذلك كثيرة وتمحيصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار، وتمييز صدقها من كذبها، وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة، ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع، وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والترجيح. ولقد عد أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالات مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل وإنما كان التعديل وترجيحه هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط وأما الأخبار عن الوقائع فلا بد في صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة فلذلك وجب ان ينظار في امكان وقوعه وصار فيها ذلك اهم من التعديل ومقدما عليه اذ فائده الانشاء مقتبسه منه فقط وفائده الخبر منه ومن الخارج بالمطابقه واذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الاخبار بالامكان والاستحالات ان ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه، وما يكون عارضًا لا يعتد به، وما لا يمكن أن يعرض له، وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونًا في تمييز الحق من الباطل في الأخبار، والصدق من الكذب بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه، وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه. وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلونه، وهذا هو غرض هذا الكتاب الاول من تاليفنا، وكأن هذا علم مستقل بنفسه فإنه ذو موضوع، وهو العمران البشري والاجتماع الانساني، وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والاحوال لذاته واحدة بعد اخرى، وهذا شان كل علم من العلوم وضعيا كان او عقليا. واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، عزيز الفائدة، أعثر عليه البحث، وأدى إليه الغوص، وليس من علم الخطابة، الذي هو أحد العلوم المنطقية، فإن موضوع الخطابات إنما هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صدهم عنه. ولا هو أيضا من علم السياسة المدنية إذ السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب مقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللذين ربما يشابهانه وكأنه علم مستنبط النشأة والعمري لم أقف على الكلام في منحه لأحد من الخليقة ما أدري ألي غفلاتهم عن ذلك وليس الظن بهم أو لعلهم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا. فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع الإنساني متعددون ولم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل فأين علوم الفرس التي أمر عمر رضي الله عنه بمحوها عند الفتح وأين علوم الكلدانيين والسريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها. وأين علوم القبط ومن قبلهم؟ وإنما وصل إلينا علوم أمة واحدة وهم يونان خاصة، لكلف المأمون بإخراجها من لغتهم، واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبذل الأموال فيها، ولم نقف على شيء من علوم غيرهم، وإذا كانت كل حقيقة متعلقة طبيعية يصلح أن يبحث عما يعرض لها من العوارض لذاتها، وجب أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم يخصه لكن الحكماء لعلهم إنما لاحظوا في ذلك العناية بالثمرات وهذا إنما ثمارته في الأخبار فقط كما رأيت وإن كانت مسائله في ذاتها وفي اختصاصها شريفة لكن ثمارته تصحيح الأخبار وهي ضعيفة فلهذا هجروه والله أعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد منه مسائل تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم، وهي من جنس مسائله بالموضوع والطلب، مثل ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم، فيحتاجون فيهم إلى الحاكم والوازع، ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب إثبات اللغات ان الناس محتاجون الى العبارات عن المقاصد بطبيعه التعاون والاجتماع وتباين العبارات اخف ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الاحكام الشرعيه بالمقاصد في ان الزنا مخلط للانساب مفسد للنوع وان القتل ايضا مفسد للنوع وان الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعيه في الاحكام فإنها كلها مبنية على المحافظة على العمران فكان لها النظر فيما يعرض له وهو ظاهر من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثلة وكذلك أيضا يقع لنا القليل من مسائله في كلمات متفرقة لحكماء الخليقة لكنهم لم يستوفوه فمن كلام الموبذان بهرام بن بهرام في حكاية البوم التي نقلها المسعودي أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة، والقيام لله بطاعته، والتصرف تحت أمره ونهيه، ولا قوام للشريعة إلا بالملك، ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا قوام للرجال إلا بالمال، ولا سبيل للمال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة، نصبه الرب وجعل له قيما وهو الملك. ومن كلام أنو شروان في هذا المعنى بعينه: "الملك بالجند والجند بالمال، والمال بالخراج، والخراج بالعمارة، والعمارة بالعدل، والعدل بإصلاح العمال، وإصلاح العمال باستقامة الوزراء، ورأس الكل باقتياد الملك حال رعيته بنفسه، واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولا تملكه. وفي الكتاب المنسوب لارسطو في السياسة المتداول بين الناس جزء صالح منه إلا أنه غير مستوفٍ ولا معطٍ حقه من البراهين ومختلط بغيره، وقد أشار في هذا الكتاب إلى هذه الكلمات التي نقلناها عن الموبذان وأنو شروان، وجعلها في الدائرة القريبة التي أعظم القول فيها هو قوله: "العالم بستان سياجه الدولة" الدولة سلطان تحيا به السنة، السنة سياسة يسوسها الملك، الملك نظام يعضده الجند، الجند أعوان يكفلهم المال، المال رزق تجمعه الرعية، الرعية عبيد يكنفهم العدل، العدل مألوف وبه قوام العالم، العالم بستان، ثم ترجع إلى أول الكلام، فهذه ثمان كلمات حكيمة سياسية ارتبط بعضها ببعض. وارتدت أعجازها إلى صدورها، واتصلت في دائرة لا يتعين طرفها، فخر بعثوره عليها، وعظم من فوائدها، وأنت إذا تأملت كلامنا في فصل الدول والملك، وأعطيته حقه من التفحص والتفهم، عثرت في أثنائه على تفسير هذه الكلمات، وتفصيل إجمالها مستوفًا بينا بأوعب بيان وأوضح دليل وبرهان. أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ولا إفادة موبذان وكذلك تجد في كلام ابن المقفع ما يستطرد في رسائله من ذكر السياسات الكثير من مسائل كتابنا هذا غير مبرهنة كما برهناه إنما يجليها في الذكر على منح الخطابة في أسلوب الترسل وبلاغة الكلام وكذلك حوم القاضي أبو بكر الطرطوسي في كتاب سراج الملوك وبوابه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله لكنه لم يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلة إنما يبوب الباب للمسألة ثم يستكثر من الأحاديث والآثار وينقل كلمات متفرقة لحكماء الفرس مثل بذر جمهر والموبذان وحكماء الهند والمأثور عن دانيال وهرمس وغيرهم من أكابر الخليقة ولا يكشف عن التحقيق قناعة ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجابا، إنما هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظ وكأنه حوم على الغرض ولم يصادفه ولا تحقق قصده ولا استوفى مسائله ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاما وعثرنا على علم جعلنا ثن بكره وجهينة خبره فإن كنت قد استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع انظاره وانحاءه فتوفيق من الله وهدايه، وان فاتني شيء من احصائه واشتبهت بغيره فللناظر المحقق اصلاحه، ولي الفضل لاني نهجت له السبيل واوضحت له الطريق، والله يهدي بنوره من يشاء، ونحن الان نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من احوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانيه يتضح بها التحقيق في معارف الخاصه والعامه وتدفع بها الاوهام وترفع الشكوك